زوجي مات وعليه صيام شهر رمضان، هل أصوم بدلا عنه أم لا؟ جزاكم الله خيرا. المسألة فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على أن ما وجب بأصل الشرع من الصيام لا يقوم به الغير، لأنه عبادة بدنية لا تقبل النيابة، مطلوب من المسلم أن يؤديها بنفسه ولا يقوم غيره مقامه، وإنما ورد أنه يصام عن الميت في صيام النذر، قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي رواية صيام نذر، فهذه الرواية مقيدة للرواية المطلقة، تبين أنه إنما يصام عن الغير في صيام النذر، ومن العلماء المحققين من يرى أنه يجوز الصيام عن الميت عموما، سواء ما وجب بأصل الشرع كصيام رمضان أو ما وجب بالنذر، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولأن الميت يحج عنه ويعتمر عنه، وهذه عبادات دخلتها النيابة، فكذلك الصوم. المسألة خلافية، وعلى كل حال إذا صام عنه فنرجو أن ذلك ينفعه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.